هدفت الدوري النيجيري، واخد الدوري في نيجيريا، تجربة محترمة في كازاخستان، العودة لنيجيريا، وبعدين النادي الأهلي. احكي لي بقى قصتك مع النادي الأهلي، جت ازاي، يعني المحطات المهمة في حياتك اللي حابة تتكلمي عليها. حسنا، انا قصتي مع النادي الاهلي منذ انضمامي، انا سعيدة في البداية اني انضممت الى هذه العائلة العظيمة. الجميع في النادي الاهلي رحبوا بي منذ اللحظة الاولى، زميلاتي في الفريق، المدير الفني، مدير الفريق كابتن شادي محمد، والمدير الفني ديمتري. أنا أحب العمل معه كثيرا، هو إنسان رائع، وزميلاتي وجميع الجميع يحبني، وأنا أحب التواجد والانضمام لهذه العائلة العظيمة. أنا كنت سعيدة جدا حينما انضممت إلى النادي الأهلي، لأني سعيدة أني انضممت إلى أكبر نادي في إفريقيا.